السلام عليكم. طبعا اهتمام الشباب بالايام دي بالجيم والعضلات والفورمه والكلام الغريب اللي بنسمع عنه اليومين دول بيخلي شباب كتير للاسف الشديد بيلجأوا للمدربين بتوع الجيم عشان يوصفوا لهم حاجات لزياده الكتله العضليه، وللاسف الشديد الحاجات دي بتبقى خطر جدا عليهم. في مبدئيا حاجات مامونه زي مثلا الباودرز والحاجات اللي بتبقى عبارة عن بروتينات وكربوهيدراتس وأحماض أمينية، في كبسولات بيبقى فيها 32 حمض أميني. الحاجات دي مفيش فيها مشكلة، يعني لو اتخذت بنظام صح تحت إشراف طبي تبادلي، بحيث إن البروتينات اللي بتاخدها دي تفيدك وتبني عضلاتك، دي مفيش فيها مشاكل. بس أهم حاجة عدم الإفراط، عشان لو عملت فيها افراط او اخدتها بافراط ممكن تضر الكبد والكلى، فلازم تكون تحت اشراف طبي. انما بقى اللي انا بحذر منه واللي انا عامل عنه الحلقه النهارده الهرمونات. في شباب كتير بياخدوا هرمونات لزياده الكتله العضليه، وده طبعا خطر جدا. ليه؟ لانه بيرفع السكر ويرفع الضغط، بيعمل شحوم على الكبد. الحاجات دي ليها خطورة كمان، انها بتعمل مشكلة التثدي عند الرجال، يعني نمو الثدي بطريقة غير مرغوبة، وبالنسبة للسيدات بيزود نمو الشعر الغير مرغوب. وكمان مشكلته الكبيرة كمان في السيدات انه بيعمل مشاكل في الدورة الشهرية. والاخطر من كده لو ولد اخد تستوستيرون او مشتقاته في موضوع زيادة الكتلة العضلية، في مشكلة كبيرة جدا لاستعمال التستوستيرون لزيادة الكتلة العضلية، ان هو بيعمل عقم، لانه بيعمل ضمور في الخصيتين، بيعمل مشاكل في عدم القدرة الجنسية او ضعف القدرة الجنسية. فمش معقولة عشان تزود الكتلة العضلية عندك تفقد رجولتك. فلازم يكون في عقل في الحاجات دي يا جماعة. صحتك غالية علينا زي ما غالية عليك، حاول دايما تخلي المتخصص هو اللي يكتب لك، وابعد عن الهرمونات دي خالص. وشكرا جزيلا.